في إطار الجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تتم الإجراءات على قدم وساق بالمستشفى الميداني بجامعة عين شمس ليكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المحالة والمصابة بفيروس كورونا بسعة 176 سريرا، منهم 11 سرير للعناية المركزة، والتي روعي في تصميمها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التشخيص والعلاج. المستشفى الميداني هي إحدى مكونات خطة جامعة عين شمس ومستشفيات جامعة عين شمس لمواجهة الأزمة اللي بتمر بها البلاد، فهي إحدى المكونات في مكونات أخرى للعبور والمسنين ومستشفى الطوارئ وأماكن أخرى لعلاج ومتابعة مرضى كورونا، فدي إحدى المكونات. هي اتبنت على مسافة 4500 متر في قلب منطقة أرض فضاء كان مخصص لها، مخصصة لإنشاءات للجامعة، ولكن تم تأجيلها لمواجهة الوباء. 4500 متر تم تجهيزهم والتخطيط لهم بواسطة كلية الهندسة، مركز الشرطة الهندسية جامعة عين شمس، مع الأطباء مستشفيات جامعة عين شمس. يعني الأطباء حددوا الاحتياجات، الهندسة حطوا الخطط والتصميمات الملائمة. تم عمل هذه المدينة في 15 المستشفى الميداني في 15 يوم بعد يمكن شهر ونص من التخطيط لها، عشان يبقى تخطيط مناسب، لأن أنت محتاج تعيش ناس في جو حر في حتة مغلقة، فلازم درجة الحرارة، التهوية، تنقية الهواء، مكافحة العدوى، لازم يشربوا، لازم في صرف صحي، ولازم النفايات يتم التعامل معها بطريقة آمنة. فكان لازم التخطيط الجيد قبل البدء، وبالفعل تم البدء والتنفيذ تحت إشراف ومتابعة من الهيئة الهندسية القوات المسلحة، وفي متابعة أيضا من المستشارين كلية الهندسة الخطوات التنفيذية. المستشفى دي هتبقى فيها 176 سرير، منهم 11 سرير رعاية مركزة، هتخدم المرضى الكوفيد 19 اللي عندهم إصابات متوسطة إلى شديدة. مصدر المرضى، يعني هيجوا منين المرضى دول؟ دي هنا مفيش عيادات للتقييم، هي هنا بيبقى مرضى محولين، التحويل فيه عيادات للفرز بجامعة عين شمس، مستشفيات جامعة عين شمس بتقيم المرضى، واللي منهم ينطبق عليه الشروط هيجي. هذه العيادات، في بالإضافة للعيادات في أيضا خطوط تليفونية مخصصة للعاملين بجامعة عين شمس وأسرهم والطلبة وأسرهم، بحيث أن الفرز ممكن يكون تليفونيا بالواتساب أو بالتليفون أو فيديو كونفرنس، وممكن يكون بالوجود في عيادة فرز أيضا. دي مش فقط محصورة أو منحصر المرضى اللي يدخلوها للعاملين والطلبة جامعة عين شمس، ولكن طالما هناك سرير فاضي فأي مريض محتاج طبعا هنستقبله بكل ترحاب، ولكن بطريقة منظمة عشان نقدر نخدمه بطريقة جيدة، فيكون يتم تقييمه برضو بتقارير كاملة بتقول ايه اشعته وتحاليله، عشان ما يجيش مريض محتاج رعاية وهو جاي ان هو محتاج غرفة، بقدر امكان يبقى فيه خدمة جيدة. فالخدمة الجيدة تحتاج الى تنسيق مسبق لاي مريض محول من اي جهة. يمكن ده الجانب بقى التجهيز المستشفى، الجانب بقى التجهيز بقى الاطباء والكوادر الطبية وتأهيلها. تمام. هو حضرتك المستشفى دي هي هيعمل فيها 124 فرد، الفرد ده منهم 16 طبيب، منهم حوالي 40 ممرضة، والباقيين ما بين عمال نظافة، سلامة وصحة مهنية، حماية مدنية، فنيين سباكة، فنيين كهرباء، تغذية، اي تي، فامن، مخازن، صيادلة. فهم الاجمالي 124 هيقوموا بالعمل في هذه المستشفى لمدة 14 يوم، ثم ياخدوا راحة اسبوع وغيرهم يدخل يشتغل في الفترة دي. حوالي اسبوعين اتقام 167 سرير، 165 سرير داخلي و11 سرير رعاية، واللي هي الخدمة الطبية فيها لا تفترق، ما تفرقش خالص عن الخدمة في المستشفيات عامة. الفرق بس ان هنا الانشاءات عبارة عن حوائط بي في سي، ويعني خامات مخصوصة غير المباني، لكن الأسرة والتجهيزات والوصلات الأكسجين وإنها كمان فاير ريتد، يعني ضد الحريق، والأجهزة والتنفس الصناعي والصرف الصحي متقدم فيها خدمات برضو، إن أنا أحمي الطاقم الطبي وأحمي المرضى. مكافحة العدوى فيها متقدمة بشكل شامل، يعني بحيث أعلى المستويات من الرعاية والحماية تبقى للطاقم الطبي بشكل عام. الصرف الصحي برضو في وحدة معالجة للمية
ما يتصرف عشان ما تأذيش المجتمع. الهواء اللي داخل بيبقى فيه فريش اير، معموله دورات للهواء النقي، وكمان اللي خارج من هنا محطوط له فلاتر علشان ما يلوثش الهواء اللي بره في المجتمع. يعني النفايات الطبيه برضو معموله ليها الباثوي او الطريق بتاعها علشان تروح في المدافن او في المحارق بتاعتها المخصوصه. يعني معمول مستشفى كامل، كاني بخدم يعني مستشفى داخل مستشفيات جامعه عين شمس بكل الاشتراطات الصحيه والبيئيه لاي مستشفى موجوده، وبالاضافه ليها ان هي حته زياده ان هي مستشفى عزل. يمكن دكتوره ساميه من ضمن اللي لاحظناه برضو ان هذا المستشفى رغم ان هو داخل مستشفيات جامعه عين شمس لكن منفصل تماما عن المستشفيات، وده كواحده من الاجراءات الاحترازيه وتامين الممرات للوصول للحالات سواء الحالات غير المصابه او الحالات المصابه. بالظبط كده. المستشفى الميداني هنا هي عباره عن خيمتين كبار، واحده اكبر شويه والثانيه اصغر منها، ليهم الممر الاوسط ده اللي هو اللي هيبقى الممر المرضى والحالات اللي هي عارفين ان هي مصابه، بحيث يدخل فيها المريض ويدخل في الاماكن بتاعته للسرير بتاعه. انما الحاجات اللي هي النظيفه اللي هي فيها الخزاي الاكل والمستلزمات والهيئه الطبيه كمان اللي داخله هتدخل من الممرات الخارجيه، ليها مسار مخصوص واوض تغيير ملابس ويلبس فيها الواقيات الشخصيه ويدخل يخدم يقدم الخدمه الطبيه وهو محمي خالص. وبعد كده بعد ما يخلص الخدمه الطبيه يرجع بالعكس بقى في المسارات دي ويبتدي يقلع واحد واحد ويغسل ايديه ويطهرها والنفايات تبقى محكمه بحيث ان هو يخرج تاني المكان بتاعه بدون ما يأذي حد. الخدمة الطبية برضو هنا معمول حسابها ان اللي هيخدموا عليهم قاعدين منعزلين 14 يوم. هو الحقيقة يعني ده يعني عشان بس نقول ما حدش يخاف مثلا طبعا على أسرتي، لكن هو ده مش يعني مش حاجة، ده مطلب زيادة الدولة عاملاه يعني. كما تم إعداد الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع الحالات المصابة وتوفير المستلزمات الطبية والدوائية بالمستشفى الميداني، وذلك وفقا لبروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة. كل الأطقم اللي عاملة في المستشفى الميداني هي من جامعة عين شمس. احنا عندنا الدكاترة المقيمين دول تخصصات بطنة وصدر ومتوطنة وتخدير ورعاية مركزة وقلب، كل التخصصات المطلوبة للمريض الكوفيد 19 هي موجودة تحت إشراف أساتذة جامعة عين شمس من نفس التخصصات. في جدول استدعاءات لأي تخصص آخر ممكن يطلب ان هو يجي ويشوف ينظر العين، الأشعات، التحاليل، الفحوصات، المعامل المطلوبة والمتابعة للمريض هتتعمل له هنا جوه داخل مستشفيات جامعة عين شمس مجانا. التمريض واخد دورات تدريبية في التمريض وفي الرعاية المركزة وفي الانفكشن كنترول ان هو ازاي يشتغل وازاي يتعامل مع المريض ده، وبرضو نفس الكلام بالنسبة للإداريين وبالنسبة للموظفين. بالنسبة للتعليمي برضو عن المستلزمات الطبية والأدوية وبروتوكولات العلاج اللي هتم التعامل معها مع الحالات المصابة. حركة، احنا هنا بنستقبل الحالات اللي هي متوسطة الخطورة او العزل المنزلي مش ملائم ليها، فكل الادويه احنا هنا عندنا صيدليه في كل خيمه، الصيدليه مجهزه بكل الادويه المتاحه، المضادات الحيويه، مضادات التجلط، المحاليل، كل الادويه المطلوبه لعلاج المريض سواء في السرير العادي او في الرعايه المركزه متوفره، ودي ما فيهاش اي مشكله خالص. المستشفى زي ما قلنا قبل كده هي مجهزه كانها مستشفى موجوده قائمه تعمل، فالرعايه المركزه مجهزه باجهزه التنفس الصناعي، باجهزه مراقبه العلامات الحيويه المونيتورز، اجهزه التشفيط، كل الاشياء اللي ممكن يحتاجها مريض في الرعايه المركزه، الرعايه المركزه هنا في المستشفى موجوده، وهي تحت اشراف اساتذه التخدير ونواب ومدرسين مساعدين التخدير، كل موجودين جنب المريض لمده 24 ساعه طبعا، وكذلك التمريض موجود. يمكن الجيش الابيض اللي هو خط الدفاع الاول اللي بيواجه الحالات المصابه بفيروس كورونا، الاجراءات الاحترازيه يمكن الدكتوره ساميه قالت ان هم من ضمن الاجراءات ان بيمكث 14 يوما مع في المكان، هل بيتم عمل له مسحات في دخوله او في خروجه خلال ال 14 يوم؟ بيتم عمل مسحات قبل بداية العمل، ويتم عمل مسحات في نهاية فترة العمل، ويمكن بعد نهاية العمل بيبقى مسحتين كمان مش مسحة واحدة. وأثناء طبعا العمل لو أي حد اشتكى من أي تعب أو أي أعراض بيتم التعامل معه حسب الأعراض. إيه الإجراءات الأخرى دكتور؟
الاجراءات الاخرى يمكن احنا ذكرنا ان في طريق مخصص لدخول المريض لا يختلط مع اي حد خارج المستشفى، وفي طريق دخول للاطباء وهم جايين من السكن، ثم بعد ارتدائهم للملابس الواقيه طريق اخر لدخول الى المستشفى والتعامل مع المريض، واثناء الخروج طريق اخر لحين ارتدائهم ملابسهم العاديه والاتجاه للسكن في طريق مقفول برضه لا يتم الاختلاط باي حد لحين الوصول للسكن. هل في آلية لاطمئنان اهالي بقى المصابين بفيروس كورونا ان هم يطمنوا عليهم مثلا على مدار الساعة من خلال مثلا التليفون المحمول او خلال تطبيق معين او كده؟ هيتم تخصيص اكتر من خط تليفون يعني هيعرفوا اهل المريض بحيث ان هم يقدروا يتكلموا في التليفون ويطمنوا، مجرد ذكر اسم المريض يطمنوا على حاله المريض، خاصه ان المريض في المستشفى هيبقى ليه اسم ورقم علشان حسن التعامل مع المريض وعدم اختلاط المرضى او العينات المرضى مع بعضها. كما وفرت وزارة التعليم العالي بجامعة عين شمس للمواطنين آلية المسح عبر التطبيق الإلكتروني، وذلك لأخذ مسحات البي سي آر لفيروس كورونا بشكل ميسر ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية. بالنسبة بقى للآلية الجديدة اللي هي موضوع المسح بقى بتتم ازاي هنا في الدرجة دي؟ حركة دي خدمة بتقدمها وزارة التعليم العالي، ابلكيشن بخدمة مدفوعة، في ارقام تليفونات بيتصل عليها بيتحدد له ميعاد عشان يجي، لما بيجي سواء هو بيكون دافع بالكريدت كارد او على النت او بيدفع نقدي بيتعمل له المسحة للبي سي ار للكوفيد 19 او لا وزائد او ناقص ان هو يعمل الاجسام المضاده للكوفيد 19، وبيستلم النتيجه، بياخد ريسيت بيوصل له على الواتس في لحظتها وبتطلع له النتيجه في خلال 24 ساعه وبتتبعت له على الواتس. بيتم ازاي وهو داخل سيارته ولا هو سيارته؟ يعني الاليه بتيجي ازاي؟ هو بيخش بالعربيه بتاعته، تمام، بيخش في مسار كده، بيكون الفنيين بتوع المعمل قاعدين على مكتب وفي حائط زجاجي موجود بيعملوا له المسحه عشان هو ما ينزلش من العربيه، بس ما بتاخدش اكتر من دقيقتين، وبعد كده بيلف ويخرج، تمام، وبعد كده عربيه تانية تخش وهكذا. بيستلم النتيجه بعد برضه على نفس على الواتس، على الواتس بتاع رقم تليفونه في خلال 24 ساعه. هذا الصرح الطبي الحضري الذي اعدته جامعه عين شمس يعد اضافه حقيقيه متميزه للمنظومه الصحيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد، والذي سيحدث طفرة نوعية في توفير خدمة علاجية وتشخيصية لائقة للمصابين، داعين الله لهم بالشفاء. محمد حلمي، التلفزيون.